اكتشفت ان انا قاعد مع عيالي بقضي وقت معاهم كويس، بحاول ان انا اعلمهم حاجات، احاول ان انا اقضي معاهم وقت ممتع، اقول لهم انت دخلت الحمام اغسل ايديك، كلت اغسل ايديك. حسيت براحه طبعا من تعب الشغل، حسيت قد ايه احنا بنتعب في الشغل كل يوم. حسيت ان لازم كل فتره معينه كده لازم اقعد مع اولادي واسرتي فتره طويله، اخد بالي منهم اكتر، ادخل في حياتهم، يعني اتعمق في حياتهم بشكل اكتر من كده. عرفنا قيمه الزوجه في البيت، ان هي بتتعب كتير، بتتعب كتير فعلا مع الاولاد، واحنا برضو لما قعدنا مع الاولاد برضو عرفنا، اتاكدنا، عرفنا ان هم برضو يعني محتاجين الاب يكون معاهم، يكون قريب منهم. في حاجه حلوه جدا اتعملت بسبب الفيروس دوت، ان الاسر المصريه اتجمعت. الحاجات دي ما كانتش بتحصل قبل الوباء. دلوقتي بتخش بيت لما تلاقيه يعني 90-95% متجمعين فيه قاعدين، بتدور على حاجه تعملها، بتتكلم في موضوع معين، بتتكلم عن الاداء نفسه، الوقايه منه، بتعمل عمليه تطهير في المنزل، بتفكر لغيرك، ما تفكرش لنفسك بس، بتعمل جميع اتصالاتك وانت بتتابع الاخبار برضو بناس زمايلك، باصحابك، باهلك، بكده. اكتشفنا حاجات كتير كانت غايبه عننا. اولا قعدتنا مع اهلنا واولادنا في البيت كنا مفتقدينها جدا، ودي لقيناها هي اي نعم هي فيها مشكله كبيره وخطر كبير علينا كلنا، بس لقينا فرصه ان احنا نقرب اكتر من اولادنا ومن اهلنا اللي احنا بقالنا كتير منقطعين عنهم.